مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. قبل 3 أعوام أطلقت الوعود ب900 ألف فرصة عمل والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. بعد 3 أعوام فرص العمل تحولت إلى أرقام تحصي المهاجرين قصرا، والاقتصاد المنتج تحول إلى اقتصاد الإعاشات في ظل الانهيار الذي صنفه البنك الدولي على أنه ثالث أسوأ انهيار خلال 100 عام. أستقبل معي في الاستوديو وزير السياحة السابق ورئيس جمعية الصناعيين السابق الوزير فادي عبود. أهلا وسهلا فيك. شكرا. بالأرقام اللي بنعرفها لحديت هلأ، الاقتصاد القطاع الصناعي يشكل حوالي 7.5% من الناتج القومي المحلي، هيدا يعني بالفترة العادية اللي كنا مارقين فيها. اليوم انتقلنا من المطالبات بدعم القطاع الصناعي إلى تأمين الحد الأدنى من مقومات عمله واللي هو المحروقات. إلى أي مدى يستطيع أن يستمر هذا القطاع في الإنتاج وفي التواجد في لبنان مع تزايد هذا الانهيار وتسارعه؟ شوف، أحد الأسباب الأساسية، مش السبب الوحيد بس أحد الأسباب الأساسية، أنه نحن كنا عم ندفع أغلى طاقة، أغلى كهرباء في كل العالم العربي ومع كل البلدان الموقعين معهم اتفاقيات تجارة حرة. فبالتالي كنا عم نعرج وراهم، خاصة بما يسمى الصناعات فيها طاقة مكثفة. طبعا جتنا الفترة هاي برغم كل المصائب أصبحت كلفة الكهرباء وقت كانت عم تجي، ولأنه الكهرباء مثلا بالليل عدلت هالموضوع، صفينا نحن فينا نقول أنه صرنا مثل مصر أو حتى أرخص شوية من مصر أو من الخليج. كل الخليج مثل ما أنت بتعرف الطاقة كتير رخيصة فيه. موضوع الطاقة إذا ما نلاقي له حل، هيدا موضوع بيكسر جوانح وإجرين وإيدين الصناعة. حتى كل المصائب اليوم موجودة بسوريا، هيدا موضوع ما حدا بيحكي فيه، السعر اللي بيدفعه الصناعة للمازوت يختلف عن السعر اللي بيدفعه العالم يعني العاديين، وخاصة سياسة دعم الصناعة الوطنية على الرغم كل اللي صاير بسوريا بعده مستمر لحد يطلع. وشوف شغلة كمان كتير بتلفت النظر، يعني نحن مش أول بلد ولا آخر بلد رح يصيبه هلأ. مثل ما أنت قلت بالمقدمة، يعني هالانهيار هذا ما شفنا مثله يمكن من 100 سنة، هالانهيار السريع هذا. بس أنه تركيا ومصر مر عليهم ديفالويشن، يعني انخفاض بسعر عملتهم المحلية، أوتوماتيكيا زادت الصادرات. طيب نحن مع كل هالمصايب هاي، مثلا تنأخذ مثلا، ما حدا بيفتح حوار مع سوريا، ما حدا بده يفتح حوار مع سوريا ونحن معزولين عن كل هالكرة الأرضية برا. بدك تظهر من لبنان برا بكتبره من سوريا، فمعزولين، مش معزولين بمعنى أن معزولين بس، ولكن الأكلاف للمرور ترانزيت من خلال سوريا أكلاف بتخالف اتفاق الترانزيت العربي، وكأنها عقوبة. هالكلام بالطريقة اللي أنا بحكيه ما حدا بحكيه بالبلد، بس لازم العالم تسمع. وهيدي بدها حوار، وكل إنسان بيفتح باب الحوار بصير خائن. ومين بيتهموا بالخيانة؟ اللي كانوا جماعة سوريا في لبنان، يعني بيتهموه انه خائن اذا كان بده يفتح حوار مع سوريا، وتحويل المطلب الاقتصادي الى مطلب او الى شعار سياسي، الى شعار سياسي والى هجومات والى خيانه والبدك اياه. يا جماعه اليوم تفضلت وبرأت عن موضوع الهجره من البلد، هيدا موضوع اساسي ما فينا بقى نلعب فيه. مصلحه وطن، في ريزون دتا، في مصلحه وطن، مجبورين نحكي مع سوريا، مجبورين نقدر نحكي مع سوريا، مش بس بموضوع الترانزيت كمان بموضوع الكهرباء. كل الموضوع اللي وعدتنا فيه مشكورة السفيرة الأمريكية، ولكن هيدا بدون الاتفاق مع سوريا بيبقى أوهام، ما بيتحول إلى واقع. يعني بدون ما يصير في حوار سياسي أو على الأقل تفاوض على مستوى تمثيلي تنفيذي بين الدولة السورية والدولة اللبنانية، خلينا نقول حوار على مستوى رسمي. يعني هالكلام اللي عم بحكيك يا حكي مع وزير النقل، حكي مع كل المسؤولين في لبنان، واللزي ما حدا بيقول لك لا، ما حدا بيقول لك لا، الكل لا يا اخي معك حق، نحن موضوع التصدير وموضوع الصناعه موضوع اساسي جدا، ولكن مثل العاده ما حدا بيتحرك. تعطيك فكره، يعني نحن تنقدر نكمش اسواق اكبر بالعالم
اليوم بتعرفوا المثل اللبناني، بدك تروح على البندر تتغندر، بدك تروح على المعارض، بدك تروح على المعارض تاخذ ضبك الكيشنا ونطلع ونروح على المعارض. المعرض البسيط بالامارات ما بين بدك تسفرهم مسؤولين مندوبي المبيعات ونقل البضاعه واجار المطرح هونيك والفنادق، انه معرض في مكتب عتليه شخصين ثلاثه بتحط لك 25,000 دولار، هذا بعد انت ما ضمنت انه صدرت تمام. بضاعتك وين الغرف، الغرف يلي بتاخذ على تصديق المعاملات التصدير، وين هو هذا المال؟ عم تحسب الدولار بسعره الحقيقي، وين النهود يا جماعه الخير؟ نحن هلا ما الانسان بس تضربه المصيبه بده يجي يدرس كيف يطلع من المصيبه، باي طريقه، باسرع طريقه انه يطلع من المصيبه. اسرع طريقه نطلع من المصيبه اليوم انه نزيد صادراتنا. و حدا عارف بلبنان انه مثلا الجمعه الماضيه كان الجمارك مضربين والبور مسكر؟ هلا صار عندك معدل بقاء بضاعتك على البور من 3 أسابيع لشهر، وبالتصدير كمان يعني في مشكله عالميه بموضوع النقل، مش بس مشكله لبنانيه، ولكن نحن اليوم بظرف المشكلة بدنا نقصها بأسرع وقت ممكن، مع احترامي وحق الموظفين يلي صار معاشهم مشي، بس هالإضراب رح يصير معاشكم مشي مشي مشي، يعني رح ينزل كمان قيمة معاشكم أكتر وأكتر. فالإضراب بنعمله إذا كان في حدا فينا نزركه. عم نزرك مين هلأ؟ عم نزرك رئيس الحكومة، عم ندرس وزير الاقتصاد، وزير الصناعة، مين عم نزركه؟ بهيدي النقطة كنت يعني بحكومة الشباب الشهيرة 72، وزير الصناعة آنذاك بيير الحلو بيقول أنه القوى الاقتصادية في البلاد، يعني قوى الاقتصادية المشرفة على الاستيراد، لا تريد صناعة في هذا الوطن. هذا عم نحكي بال 72. السؤال هو هل الأزمة اللي عادة الدول بتلجأ لها أو بتستغلها لي يعني الذهاب نحو التصدير ونحو تشجيع الصناعات الوطنية، عم بيعتمد عليها البعض وهذه القوى الاقتصادية المستمرة حتى القضاء على آخر ما تبقى من قوة صناعية بالبلد؟ يعني إذا أنت ما فيك تصدر أو قضي على هذا، بدك تستبدله بالاستيراد. في تركيبة، أول شيء في شيء بالكونشنس وفي شيء بالسبكونشنس، بالوعي واللاوعي. باللاوعي الموظف بالقطاع العام يلي هن مجموعة الكتبة والفرسيين، تعرفون الكتبة والفرسيين، الكتبة والفرسيين عابدين النصوص، هودي عابدين النصوص تربوا من أيام الانتداب ومن قبله من أيام العثمانيين، إنه اللي عم بشيل شيء من هون ويصدره هيدا عم بيهرب بالسبكونشنس، انه هذا مصل له دمه، هذا عم يشيل شيء من لبنان ويطهره لبرا. بعد فكره انه المصدر بطل قومي بيستحق تمثال ما ركبت بروس الناس، هاي من ناحيه. من ناحيه تانية البلد، ثروات البلد كيف مركبه؟ ما في صناعيين عاملين ثروات؟ ايه، كيف عاملين ثروات؟ لانه اخذين احتكار. بس تيعرفوا العالم انه رجع اليوم طن الترابي إلى حوالي 100 دولار، برغم كل اللي صار بلبنان، ونزل طن تراب إلى 20 و30 دولار، هلأ رجعوا للمية. يوصل لعندك على الورشة صرت عم تحكي ببواب المليونين، 1,200,000. طبعا ليش؟ لأنه ممنوع استيراد التراب. وأنا كنت على حديث دائم مع 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 معالي وزير الصناعة، ومعالي وزير الصناعة على قناعة، افتح السوق يا خي، افتح السوق. نحن اليوم بظرف صعب جدا. طبعا في عندك الصناعين، كابلات كهرباء ممنوع تفوت على لبنان، بتسمعني؟ ايه بس مهم، بس قديش من الناس عارفين انه كابلات كهرباء؟ انا رئيس جمعيه صناعين سابق، وانا بالمبدا يعني صناعي بدمي، بس انا بننقي كم صناعه على حسب مالكينا وبنجي بنعمل لهم احتكارات، هيدا موضوع ما لازم يستمر. والموضوع الثاني الحصريات. الحصريات بدنا نكون دقيقين فيها. في مطارح يمكن انت مضطر انه تحصر بشكل او باخر، مضطر يمكن تعطي وكالات حصرية لبعض المواضيع، بس نحن بلبنان التجارة كلها قائمة من فضائح الدواء وعد والحقنة
تتشوف أسعار. على الرغم من صدور قانون أو من تحضير قانون منذ العام 2003 الذي لم يطبق يعني لحديت هلا، وهلا عم يرجع يندرس من أول جديد. هذا القانون مثل الحق في الوصول إلى المعلومات، الحق في الوصول إلى المعلومات صديقي، بدك تطلب تيسمح لك تتاخد المعلومات، بس بدك تطلب انتهى الموضوع، ما بقى فيه الحق. الشفافية المطلقة انك انت بتفوت على صفحة وزارة داخلية خارجية الصناعة التجارة على اي مؤسسة على اي شيء في مال عام، ما حدا يفهمني غلط، نحن ما عم نحكي بشفافية مطلقة بمواضيع لا علاقة لها بالمال العام، طبعا نحن عم نحكي بالمال العام. فهذا الموضوع ليك ما يعني بعده، بعد هالأخطبوط اللي صار له مئات السنين في لبنان ما زال قائما وما زال قائما. مش عبث إطلاق الجمهورية المنشأة حديثا بجمهورية التجار تماما؟ يعني اليوم أنت تعرف نكتة عدم حصرية الدواء، أنت عندك دواء معين بتروح لتسجله، هيدا الحاجز تبع التسجيل دخلك، ليش فيها الحاجز هيدا إذا كان الدواء approved by FDA أو CE mark مع الأوروبية، إذا كان هالدواء مسموح استعماله بأوروبا استهلاكه بأوروبا وبأمريكا، لشو نحن عاملين هيدا الحاجز؟ إنه حدا بيسأل نفسه، أنت بتعرف إنه هون ما بيمرق دواء بلاش، هذا الدواء ما بده يمرق تايتاي، لولا نحن بعدين إذا أنت بتسجل دواء بعبوة معينة بلون معين برشتة معينة بسعة معينة، هيدا بياخده اكسلوسيف للبنان. اذا رحت انت من السوق الباراليل من السوق الحرة اشتريت كونتينر اي دواء اللي كان، مش هو نفسه بشكله مش بمضمونه بشكله مسجل يلي بيكون بس قادر يحصل عليه الوكيل، ما فيك تدخله على لبنان. يعني حصرية اسوأ من الحصرية المتعارف عليها، احتكار مقنع بصيغة تمام. الحصرية. لنرجع شوي للب الموضوع، هل في مجال أن نطلع قد ما بدك بقعد أنا وياك ساعتين ثلاثة تنوصف معنا ساعة هلا خلينا نستغلها تنوصف المصائب تحت نشوف إذا في حلول. أول شيء نحن مش البلد الوحيد، في بلدان نهارت عملتها وصلت لموصيل فنزويلا، في بلدان كمان بنقول انهارت عملتها صارت 200-300-400% ارخص مما كانت، استفادت من هالموضوع من خلال طبعا لنا التصدير وغيره من الخدمات، مش بس تصدير بضائع. والاهم ما عم بيستوعب اللبناني انه مع كل تحفظنا على القطاع المصرفي، اذا ما رجع في قطاع مصرفي وإذا القطاع المصرفي ما رد لها الناس وداعة، معناتها هذا الموضوع من المستحيل أنك ترجع تقدر تبني اقتصاد. نحن اليوم وتيرة اقتصادنا مثلا نحن كصناعة، أنا بدي أدفع للي عم بشتري منه مواد خام قبل بشهرين ثلاثة من ما يشحن لي تيصنع لي يون تيشحن لي يون نقدا، فبالتالي كتير بدأت تنحد إمكانياتنا إذا ما قدرنا رجعنا بنينا قطاع مصرفي. والأفكار بس من يتحمل مسؤولية هون بإعادة العمل أو الانتظام إلى العمل المصرفي؟ الحكومي والحكومي، ليك ما بدنا نقسم نحن الناس إنه هيدا مودع هيدا مش مودع، المش مودع كمان هو مصوت ووصل نواب وتابع للحكومة، يعني إذا شنت علينا حرب بلد تاني عرفت كيف، بتجي أنت بتحط على بنايتك أنا كنت ضد الحكومة ما تضربوني، الموضوع يعني الموضوع بيطال كل اللبنانيين إن كان مودع أو غير مودع. هذا الموضوع يعني أنت بس يعرضوا عليك 6-7 أنواع الإعدام بتنقي الإعدام اللي راح يوجعك أقل شيء. فنحن اليوم صرنا بمطرح إلى حد ما صرنا راح نقبل أنه إذا عطيونا حق الدولار 5000 بدل 3900 راح نركع نبوس الأرض. هذا الموضوع لازم الكل يفهموه. أول شيء نحن القطاع العام غني كتير وبغلاء يعني بمصرياته إذا صح التعبير، ما عم يستثمروا مزبوط في إشياء يعني. بس تعرف اليوم اللبناني إذا بيسمعوا خصخصة أو بيع أملاك عامة في ألجي في هيك عرفت كيف تنقز،
ومعك حق انك تنقذ، لانه كل التجارب اللي شفناها بالماضي عن موضوع الخصخصة او بيع املاك الدولة ما كانت خصخصة بمعنى الخصخصة يلي مفروض انه تبقى بالكل مجتمع، ولكن كانت سرقات. الكل بيعرف هالشيء. ما الذي يمنع إعادة تكرار هذا السيناريو مجددا؟ اولا كل اللي عم بحكيك اياهم بموضوع الاصلاح، دون قانون للشفافية المطلقة واضح وصريح وما في ولا فخ وما في مراسيم تنفيذية، هون بدنا نبدا دائما بيصدر القانون بلا اي مرسوم، بيجي مرسوم تنفيذي فيه ينسف لك القانون من امه وابوه. نحن عم نحكي قبل الشفافية المطلقة ما لازم نعمل اي خطوة نحو الاصلاح او نحو اعادة مثلا بناء قطاع مصرفي. المصارف بدها تعرف انه الودائع ما فيها تختفي، وهيدي الودائع اذا اختفت من المستحيل انه يرجع عندك قطاع مصرفي فعال. كررت مرتين من المستحيل وهيدي الثالثة. فبدنا نقتنع كلنا كلبنانيين انه بدنا نبني قطاع مصرفي، قطاع مصرفي من الاوادم، وقطاع مصرفي قادر يرجع يحرك الانجرناج، يرجع يحرك، عرفت كيف؟ بس كيف يمكن بناء إعادة بناء قطاع مصرفي من الأوادم مثل ما أنت عم بتقول، وحتى هذه اللحظة يعني كلمة إعلان إفلاس بعض المصارف على الأقل واللي هي في يعني واقعا هي مفلسة ممنوع من الإشارة إليها، وبيتم التغطية عليها بكافة الوسائل وطبع العملة لحديت ما يعني عم نشوف نتائجها لحديت هلأ، ومع تأكيد بعض أصحاب المصارف أنه الحل هو حصرا ببيع ممتلكات الدولة. السؤال هو أنه المودعين اللي لحديت هلأ مين المسؤول عن السلطة التنفيذية المملوكة أو السلطة التشريعية؟ أكيد الموازنات منين كانت تمرق؟ تماما، لا من عندك ولا من عندك، كانت تمرق من السلطة التشريعية. أنا خدمت كوزير أكثر من 4 سنين، شفتهم كيف بيناقشوا موازنات. لك بستحي خبرك كيف؟ لا خبرنا. بستحي خبرك انه يمكن من ال 128 نايب في 20-30 نايب بيعرفوا يقروا موازنه. ما بيعرفوا يقروا موازنه يا معلم. نسيت شو عملوا فيي وقت موضوع السلسله؟ بس خسر صوري على الطرقات. بتعرف هون وصلنا لمطرح بلبنان، اذا بدي هينك معاذ الله كيف بهينك؟ بقول لك رجل اعمال. صارت كلمه رجل اعمال اهانه في البلد. واجينا قال لهم يا جماعه شو عم تعملوا؟ كيف عم توزعوا هالمال؟ وقتها كان في قناعه، في قناعه بالتكتل اللي انا كنت فيه، بلشنا ب 800 مليون انتهينا بمليارين و400 مليون. هذا القول بانه قرار السلسله كان خاطئ، انما الحشو الذي تبعه كان هو لا مش حشو، هذا كان الواقع بالاول. خي ما هو كل شيء مبني على زر الرماد بالعيون. ليش عم نحكي شفافية شفافية شفافية؟ كل ما كلمة بقول لك يا برجعك على الشفافية. حدا كان يقبل يسمعني انه يا جماعة خلال 30 سنة بيصير في عنا اكثر من مليون بني آدم من القطاع العام عم بيقبضوا؟ ما هو بس يتقاعد بضل يقبض، بضل يقبض نفس المبلغ لانه ببطل يدفع ضريبة الدخل، بضل يقبض نفس المبلغ، بصير يلحقوا كمان انفليشن يعني درجات اللي بسموها درجات. ما حدا عمل دراسة اكتوارية. حتى البعض هلا كلهم اعتذروا واكتشفوا الحقيقة، بس حتى البعض قال انت بدك تموتنا بكير. بس جينا قلنا لهم يا جماعة من 50 سنة كان معدل الحياة اكس، هلا صار معدل الحياة اكس بلس 20%. وقت اللي بدنا نحن نعمل سلسلة بدنا ندرس هالشيء. ما فينا ما نقول انه العالم بدها تموت اون افريج طبعا بمعدل مثلا 65، لا، سنة 2030 و 2040 رح يصير معدل الحياة 100 سنة. فهيدا الموضوع موضوع منيح، مش موضوع عاطل، بس موضوع الإجة يجب أن تحسب كلفة الإجة، بدك تحسب كلفة وتشوف كيف بدك تعبي هالإجة تضل تقدر تدفع هالمعاشات. تصور أنه الأكثرية الساحقة تنعى من موظفين القطاع العام، 6% الاقتطاع يكفي للدفع لكل حياتهم ومرتهم بعد منهم وبناتهم المطلقات بعد منهم إلى آخره. لا مش 6%، لنقدر نعطي هالعطاءات بدنا نكون عم ناخد منك 28%، مش 6%.
إذا قبلنا ناخذهم منك خير ما بدي أخذ من حدا شيء أنا. شوفوا كيف بدنا نعمل ضريبة ونشيلهم من المالية، هودي بيحطوهم ببنشن. طبعا دخلت المزايدات السياسية، دخلت المزايدات، حتى أحدهم بالطيار اللي كنت أنا منتمي له قال لي أنت ما بدك ترشح الانتخابات، بدك تسقطنا كلنا. ما حدا كان مستعد يسمع، واللي هو الدليل على أنه ما حصل هو الرشوة الانتخابية. شعبوية جديدة من خلال برنامجك من هنا بيروت، نقلكم شو جاي عن جديد. يا جماعة، البطاقة التمويلية حاجة أو مش حاجة؟ حاجة ونص. في ناس مش قادرين يأكلوا، نعم في ناس مش قادرين يأكلوا، بس بدنا ننتبه نحن ما نعمل بهالبطاقة تشجيع للكسل. أنا وكتير من الصناعيين وغير الصناعيين في لبنان عندنا مشكلة نلاقي عمال. يا معلم، عمال اليوم بثلاثة مليون ونص وبأربعة مليون مش عم تلاقي عمال. فبدنا نكون كتير دقين، يعني بدنا نعمل برنامج بروجرام شبيه بالجرين ستامبس، الفود ستامبس الأمريكية، العمل مقابل الغذاء. لا، أنت تقدر تحصل على البطاقة التمويلية. طبعا بالأول في كتير عطلين عن العمل بلبنان. أول ثلاثة أشهر بدك تعطي الكل، بس بدك كل قادر على العمل، مش الزلمة أو الست اللي مش قادرة على العمل أو اللي عنده إعاقة أو اللي صار بسن معين. هو ما عم يجيب سيرتهم، هو دي لازم ينعطوا البطاقة no question asked. بس من هو بسن العمل مفروض أنه نحن نقول له تتاخد البطاقة بدك تشتغل، بدك تروح تشتغل، لما نشجع الكسل ولا نرجع نحرك حركة الاقتصاد. هيدا الموضوع إن شاء الله فكرك حدا فهم علي. بس هو الأزمة، أقسم بشرفي ولا حدا من كل المسؤولية فهم عن شو عم بحكي. بس هناك توجه دائما إلى، يعني مش عم بقول عن حضرتك، بس إلقاء اللوم على يعني اللبناني ما بيشتغل على المحطة، اللبناني ما بيشتغل وظيفة يعتبرها أدنى مستوى. بس هناك النقاش الحقيقي كمان أنه أنا الأجر اللي بدي أطلقه مقابل هذا العمل بده يكون على الأقل عم بيأمن لي الحد الأدنى من مقومات الحياة لا أرضى بهذا الأجر. وإذا ما عم بيأمن لي، بعمل نكيب الطهارة. مش كيب الطهارة بس معنا أنا لما تكون كلفة الذهاب على إلى العمل هي أكبر من كلفة الأجر نفسه، فالسؤال يعني ما ممكن حصره بموضوع الكسل. بس ما بدنا نبالغ، أول شيء أغلبية الصناعات الكبيرة والشركات الكبيرة عم بتأمن العمل التنقل عفوا، أو تنقل من خلال سياراتهم وباصاتهم، أو الـ 24 ألف ليرة اليوم يلي أقررنا. ونحن كتير من الصناعات عم نعطي أكتر، إذا مش قادرين نحن نأمن لهم النقل عم روح نسأل خي ديش سيرفيس من هون لهون. طبعا هلأ إذا جييني مثلا كل اللي عندي هون أنا من الجنوب ومن الشمال عامل دورتوار، عامل منامة عندي بالمصنع، عامل منامة تليق فيهم، يعني لا نقدر كمان نوفر هالشي. هيد المواضيع يعني ما لازم نحن، إذا بدك أنا مش عم حط عصب الدوليين، بس عم كون يعني محامي العمال مش محامي الشيطان. أكثر ملاحظتك بمحلها، وهيد الملاحظة يعني كل اللبنانيين بيحكوا فيها، بس بدنا ننتبه ما نعمل نكيب الطهارة. هذا الموضوع شيء كتير 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 أساسي اليوم. بس خليني أعطيك ملاحظة، 95% من العمال ما بين سن 18 و30 يلي أنا عندي تجارب معهم مدخنين، 95% يلي من أكتر مجتمعات العالم. وهيدا بالنهار سوغير وعشية على الأرجيلة. فنحن فلسفة العمل الدؤوب والشغل المزبوط وبدي أشتغل تآكل اختفت من مجتمعنا. كم واحد من أصحابك أنت بتعرفه شو بتشتغل؟ والله بالعقارات، بيكون بعله شي عقار تبع عمته راحت على كندا مش عارف شو ستين، بعد بيشتغل بالعقارات. يا أخي الموضوع اليوم طلع العمل من مجتمعنا. بطل اللبناني يعرف يغير دولاب إذا نفخت الدولاب، بطل يعرف يطرش، بطل يعرف يدهن، بطل يبلط، بطل يورق، بطل معلم حجر. يا خي على ترمبة البنزين روح تفرجيك بأوروبا وبأمريكا اللبنانية عم يشتغلوا على ترمبة البنزين، وترمبة البنزين ديش فكرك بيطلع خاصة بالأيام. أعطيت مثل بس هو يعبر عن واقع حقيقي، إنه بمعنى أنه هذا الشاب اللي ما بيشتغل بس بيتاجر بالعقارات، ما هو لجأ إلى هذا العمل أو إلى هذا السوق لأنه عمليا اقتصادك
كاملا على الأقل بالعقدين الأخيرين اعتمد على تحفيز القطاع العقاري والقطاع المصرفي. تمام. وبالتالي يعني من أمتى كنا نسمع بقروض مدعومة لتشجيع الصناعة أو قروض مدعومة لتشجيع الزراعة؟ في يعني إذا بنرجع للعام 99 هناك سلسلة من القروض التي أعطيت لتحفيز العمل الصناعي وأخذوا أصحاب وقتها كان أعطيت نتيجة بس لحقها من بعد قرار. أنت ذكرت 7.5%، طبعا تعرف أنت الأرقام، صرنا 6000 مصنع بالوقت اللي كنا ضرب 2. طيب أخذ هذا القرار بإعطاء قروض لدعم الصناعة ولحقوا مباشرة قرار حكومي وأيضا اتفاقيات تجارية تلغي كل الرسوم والضرائب على المواد المستوردة. صاروا الصناعيين اللي بدهم يخدموا وطنهم واللي بدهم يصدروا لبرا تحت أعباء قروض مصرفية، بالوقت اللي انعطت تسهيلات لأصحاب يعني المشاريع العقارية بما عرف لاحقا بالقروض المدعومة. وبصار بالنسبة لأي عامل بعيدا عن الشق الأخلاقي بأنه هو بيحب ينتج أو لا، بيقول لك أوفر لي أنا أعمل سمسار عقارات على أنه روح اشتغل بمصنع. هو عم يسمي حاله سمسار عقارات، بعشر سنين بعلو عقار ونص بالصدفة، بدون أدنى شك أنه نحن مجتمع الريعي بصفته. هلأ بالكلام اللي عم تحكيه بطلنا نحن يعني عطيونا من ميل قروض مثل ما تفضلت وقلت نحدث مكاناتنا تنبني تنعمل تنشيل، بنفس الوقت شالوا كل الحمايات عن المستورد. بنفس الوقت عندك أغلى كهرباء صناعية على الكرة الأرضية، أغلى كهرباء صناعية بقبشت أنا، يمكن في كم بلد غانا شوي غالي وهيك، كمان غانا ماتت فيها الصناعة، بحكي عن غانا لأنه أنا بي يعني مغترب. بس نحن من ميل جينا أعطينا القروض، من ميل تاني ما أبدا بنينا المجتمع الصناعي. هالمجتمع الصناعي قاله، وهيدي يعني المقولة يلي بتقول إنه لبنان منه صالح للصناعة كلام فارغ. هاد اللي رسخوها بعقلية، رسخوها وكتبوا عليها مقالات، وكتبوا مقالات كيف نحن لازم نشجع المغتربين، نشجع شبابنا يروحوا لبرا يحولوا لنا مصاري. نحن منصدر عالم، ما منصدر بطاقة. منصدر عالم تماما، وهيدي العالم بتحول مصاري آخر الشهر. وهيدي يعني أنا شايل كم مقالة كاتبينها بعض المصرفيين عن هذا الموضوع، تشجيع انه الهجره من لبنان. صرنا نسميهم بعدين طاقه اغترابيه. تماما، وطاقه اغترابيه يا ريت عم نعرف نستفيد منها يا صديقي، يا ريت عم نعرف نستفيد منها. هلا نحن يعني ما عندنا امكانيات اغترابيه، صدقني خلي يرجع نبني قطاع مصرفي ادمي. انا بعرف عشرات من المغتربين يلي مستعدين يرجعوا يجوا يوصفوا بلبنان اليوم، بس بدك تقنعهم. كل أساليب اللي اعتمدت بالماضي اكتشفنا إنها أساليب كذب وأوانطة ومفيوزية. تماما، أنا توقعت أكثر، سميتها كذب وأوانطة، مفيوزية بكل ما في الكلمة من معنى. إذا بدنا نفوت بالإجراءات والخطوات العملية أو السريعة، يعني عادة كل مريض عم بيكون يعني عم بيلفظ أنفاسه الأخيرة، في إجراءات معينة تؤخذ على الأقل للمحافظة على يعني محافظة على أنه يكون على قيد الحياة ريثما. ما لازم ننهي سيد آدم، ما لازم ننهي إلا بالسؤال، بالجواب على السؤال أنت سألتني شو هي. أنا ما بحب أسمع توك شوز لتوصيف المصيبة، توصيف المصيبة بصير نزيد على بعضنا. الإجراءات الخطوات العملية، الخطوات العملية لنطلع من الجورة. خليني أحكيك خيب اختصاصي، خلينا نبلش بالصناعات الصغيرة، صناعات البيتوتية. أنت عندك 10,000 متر مزروعين زيتون، بيطلع عندك 100 تنكة زيتون، تعال تفكر أنا وياك كيفك تحطهم بقنينة كتير حلوة. أوكي، وفي كم لبناني بنيويورك بباريس بلندن، كيف بدك أنت تبيعهم أنية زيت يشموا ريحة بلدهم فيها ويكون زيت إكسترا أودنري وما يروح يجيبهم من الأردن أو من إسبانيا؟ تمام، بقطع النظر عن صناعيين الكبار اللي بينتج 20 و30 و100 كونتينر زيت، أنا عم بحكي عن هذا الزلم الزغطور. كيف بيوصل الأنينة على نيويورك؟ كيف بيوصل صينية كنافة بجبن على نيويورك؟ كيف بيوصل طبخة محشي ورق عنب
على نيويورك، أوكي إلى آخره. نحن اليوم عندنا شركة طيران مملوكة قطاع عام، مملوكة من البنك المركزي. مش كافي طبعا، مش واجب شركة طيران واحدة يعني، واجب الحكومة والدولة. عندنا ليبون بوست، ليبون بوست الرئيس المكلف بيملكها. تعالوا لنقعد يا جماعة، بدنا نشوف كيف بدنا نلاقي طريقة تنوصل هالأنينة ما دون الدولارين على نيويورك، لو بدنا نعمل سبسيدي. حكيتك على أنينة الزيت، ما زهر ما ورد، زيت، دبس الرمان، خل، يو نيمت، حتى طبخ. كيلو التفاح، كيلو التفاح بالليغوس بنيجيريا 30-40 دولار، بوصل ل 50 دولار. فنحن اليوم كيف بدنا نجي بل يعني نعطي إذا بدك عدة التصدير الأساسية اللي هي الشحن، كيف بدنا نشتغل بهذا الموضوع؟ اليوم أنا عم بشحن كونتينر، وكيل الشحن، وكيل شركة الملاحة يعني أو شركة البواخر يلي هو بيمثلها هون، سميها اكس واي زد، عم بياخد مني أنا مصاريف المرفق، رسوم بالدولار، رسوم المرفق بالدولار، تحضير الملف بالدولار، بالاستيراد والتصدير، كل المصاريف المحلية، غسيل كونتينر بالدولار. تسمعني؟ غسيل كونتينر بالدولار. طيب وين اللي هودي العالم يلي تنقدر نحن نطلع من الجور اللي نحن فيها؟ بدك عقول تدفع معاشات آخر الشهر، بدك عقول وبدك رغبة بدك رغبة وبدك رغبة بدك نوها. بدي سلم معك جدلا أنه الرغبة موجودة، بس الرغبة عند إنسان ما عنده النوهاو تبقى حلم. لأنك ذكرت النوهاو، جزء أساسي من يعني المحافظة على الصناعة الوطنية طبعا بدك عمال، بدك ليبر، فورس ليبر، وبنفس الوقت بدك خبرة، يعني بدك أصحاب النوهاو يعني التقنيين. ونحن عم نشهد يعني هجرة شبيهة للهجرة الجماعية، طبعا أرقامها ما ظهرت بعد. كنا عم نحكي نحن بالخطوات العملية السريعة التي يجب اتخاذها من أجل إنقاذ ما تبقى في مدة زمنية ممكن إذا تجاوزناها، الخبرات يعني الخبرات اللي أنت محتاج لها في مجال الصناعة ما عادت متوفرة أساسا أنك أنت تلجأ عليها. فبهذا الموضوع كمان أنه بعيدا عن دعم يعني التصنيع وأيضا المصانع أو الشغل الأشخاص، يعني كيف بدك تدعم العالم اللي بيمتلكوا الخبرات ليبقوا هون؟ بمحلك سؤاله 100%. أنا بلشت أعطيتك كم مثل سخيف، يعني عم بحكيك انه على الاشياء الابسيه. لا لا هي لا نماذج. حكيت ايه، حكيتك عن الشحن، حكيتك على امبورتس والاكسبورتس وكل هول، تقلك انه حتى البيسكس الابسيه يعني ليف الون، الشيء اللي تفضلت فيه اللي هو الاساس. في ثلاث امور انا برايي هن الامور الاساسيه لنطلع من الجوره. اول شيء الشفافيه المطلقه والبيانات المفتوحه، هيدا نون نيغوشيبل. اوكي، الشيء الثاني يلي هو بأهمية الأول، إعادة هندسة لكل الإجراءات الإدارية المتبعة في لبنان. كيف منسجل السيارة، كيف منسجل العقار، كيف منبيع، كيف منسجل. كل هيدي الإجراءات المكننة هي المكننة. بس انتبه، إذا جربت تعمل مكننة ما غيرت الإجراءات ما بتعمل شيء. بكون كتير أنا جربتها بوزارة السياحة. يعني بده يكون في عندك هندسة بروسيجرز هي صديقة للمكننة. البروسيجر تبعك بتكون اخذ بعين الاعتبار المكننة. اذا بعد في 16 امضة كل مش البيروقراطية، مش المكننة على طريقة البيروقراطية المتبعة سابقا. والموضوع قد يكون بأهمية الموضوع الاول والثاني، التعليم والتعليم وثم التعليم. وهون جوابا على سؤالك، نحن رح نخسر كثير من المعلمين، خلينا نسميهم المعلمين، مش عم نخرج المعلمين. هلا انا اذا بدي بالمعمل مهندس ميكانيك، المهندس الميكانيك اللي عم يتخرج بكل جامعات لبنان هو ميكانيك بناء، هو اسانسور، هو تدفئه، هو تبريد، اكثر ما هو ميكانيك صناعي. والميكانيك الصناعي حتى بعد ما وصلنا لمطرح انه هذا بده يقعد اول سنه بالجامعه وثاني سنه بده يقعد نص نهار بالمعمل ونص نهار بالجامعه وثالث سنه الى اخره. فبالتالي هذا التعليم مش بس بدي اخذ التعليم المهني، التعليم ككل. انت عارف شو صاير فينا هلا بالتعليم؟ انت عارف شو هو الطلب على المدارس الرسميه في لبنان؟ طيب
انت احنا حدا عارف بلبنان انه في عنا مؤسسات تعليمية بتدير مدارس للدولة الامريكية تشارت سكولز بامريكا ومسجلة احسن باحدى الولايات الموجودة فيها بماساتشوستس احسن مدرسة رسمية بإدارة لبنانية. طبعا مش هاي المؤسسة الوحيدة، في عنا عشرات المدارس والمؤسسات الناجحة 100%. شو عم تعمل الدولة تعلم؟ الدولة بدها تعلم؟ الدولة بدها تطبب؟ وين بعدنا عايشين يا خي؟ الدولة مش قادرة تدير دكان الحي، الدولة بدها تعلم؟ نحن اليوم بعدد الأساتذة، ما حدا يفهمني غلط، الأساتذة كلهم بدنا إياهم، بعدد الأساتذة الموجودين عندنا إذا بننقل التعليم إلى المكننة والتحديث بنفس عدد الأساتذة بتعلم ثلاث أضعاف اللي عم تعلمه. إذا عم تعلم نص مليون تلميذ فيك تعلم مليون ونص بنفس عدد الأساتذة. اليوم تطور التعليم بشكل إلى حد ما صار فيك تعلم بلا أستاذ، يعني بالكمبيوتر طبعا الأستاذ موجود as an adult figure ليدير الموضوع. هود موضوع التعليم كل اللي عم نحكيهم إن كان بالنسبة للقطاع المصرفي وإعادة بناء الاقتصاد والصناعة ووجودنا على هالأرض مرتبط بالتعليم والتعليم والتعليم. بدنا نقرر اليوم نحن تأخرنا كتير كتير وقت اللي احنا كنا مدرسة الشرق الأوسط. أنا رحت سنة 75 على بريطانيا كنت أكتب إنجليزي أحسن من زملاء التلميذ الإنجليز لأنه رحت من 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 تعليم بالمستوى عالمي في 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 لبنان. هذا الموضوع أساسي وقد يكون أهم من أي شيء آخر. فهودي الثلاث ركائز إذا ما قدرنا عملناهن ما رح نبلش بشفاء. وأيضا يعني أساس كل اقتصاد منتج يعني ضرورة إعادة البحث والنظر في المنهج التعليمي ككل بما معناه أنه سنويا سيد آدم هيدا سنويا العالم سريع صار بشكل سريع بشكل لك حتى النظريات القومية أوكي مع اللي عم يصير بالعالم مع الجلوبال فيليج صرت تعيد دراسة إذا بدك على تركيب المجتمع. أنت اليوم فيك تغير لغة مجتمع 20 سنة تغيروا لغته. فبالتالي يعني نحن اليوم التعليم بدنا نضلنا up to date ولنقدر نضلنا up to date حقيقة يعني بده يكون من ورشة الإصلاح فيها الموضوع التعليم أساسي وأساسي جدا. في خوف دائما يعني يتم طرحه فيما يتعلق بما تبقى او من صمد من مصانع وطنيه واللي هي نتيجه انهيار العمله بعض المصانع او بعض يعني بعض المنتجات واصحاب هذه المصانع صارت اربح لهم او مش اربح لهم صارت امكانيه استمراريتهم وصمودهم بتريحهم أكثر إذا بيصدروا إنتاجهم وبضاعتهم لبرا مقابل الفريش دولار اللي ممكن يحصلوا عليه على أنه يتم تسويق هذه المنتجات أو بيعها بالسوق المحلي في اقتصاد منهار عملته. ما حدا بيعمل هالغلطة سيد آدم. ليه؟ لأنه ما فيك تخسر سوقك المحلي. يعني أنا إذا مصنعي بيسوى ليرتين. تحديدا عم نحكي بالمواد الغذائية اللي هي أكثر تشكل خطر. خليني أخذ طربوش تبع غندور اوكي مثلا طربوش تبع غندور حق اسمه وحصته بالسوق اللبناني هاي قد تصير 10 سنين ما فيك تطلع انت من سوقك المحلي. خليني بس العالم اللي بيقولوا لك هلا جشعين الصناعيين وين ارخص قنينه مي معبئه بالعالم اليوم بلبنان ارخص قنينه بيبسي بلبنان. خلينا كل شوي واقعين ألواح الشوكولا تبع الأولاد بسكوي وشوكولا وكذا أرخص شيء دبكي وغير بلبنان. فبالتالي لا مش صحيح إنه اليوم الصناعات المحلية عم تكون أغلى من المستورد. مش صحيح أبدا هذا الموضوع ومش صحيح إنه أنا بجوع سوق المحلي تأربح أسواق التصدير. أسواق التصدير بتكي بيجي التركي أرخص مني بشوي طبعا بعطي أمثلة أنا أرخص مني بشوي بيقشطني سوق العراق كله كمثل طبعا. لا نحن بدنا نحافظ على أسواقنا المحلية مستقبلنا
أسواقنا المحلية، قيمة مصانعنا وشركاتنا هي من حجم حصتها بالأسواق المحلية اللي شيء مهم. وطبعا اليوم مصلحة البلد هي في التصدير، هذا الشيء اللي نقدر نستوعبه. نحن كيف بدنا نجيب عملة صعبة؟ بدنا نجيب عملة صعبة، بدنا نحط 30 40 50% حسب الصنف من مواد أولية، وبدنا نشتري من برا ب50 ونبيع ب100. بكل بساطة هيك بنرجع نبني اقتصادنا. وبرجع بقول لك للمرة الأخيرة، ما بقى بدنا ننظر، في عندك كتير أملاك للدولة اللبنانية بقائها بإيد الدولة اللبنانية هي تعطيل للاقتصاد، هي تعطيل. خد أنت خط الترين على فشختين من البحر، وين بعد في ترينات على البحر؟ بعدين خط الترين اللي موجود قديش بيقدر يسرع التريني اللي بكتبني عليه؟ تعالوا تنفكر من هلأ، إذا بعنا كل هالأملاك الساحلية بنقدر نعمل خط ترين سريع نطلعنا 20-30 بنص لبنان، نعمل خط من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، خط الترينات روحة ورجعة، وكمان أوتوسترادات موتورويز بالمستوى المطلوب. فبالتالي في مطارح ما بدنا نضلنا نحن متخوفين. نعم كله هيدا إذا صار قبل ما يكون عندنا شفافية مطلقة انسرق، عم بقول لك من هلأ، يعني هذا بده يكون في خطوات. يعني طرحنا فكرة إنه هل نحن يجب إعادة بناء سيلويات للقمح على أرض حقها 20-30 ألف دولار المتر المربع؟ عم نحكي بال، هل نحن عندنا الإمكانية؟ هل احتراما لضحايانا لأكبر جريمة يعني بتاريخ لبنان إنه نرجع نبني السيلويات مطرحها؟ تعرف أكبر مرتع للجرادين والفيران هي منطقة السيلوات، يعني وبفتلوا 500-600 كميون 1000 كميون بالنهار إن أند أوت. يعني بس طرح هو ببناء بوين بدل؟ بور بيروت بيقدر يكون 15 كيلومتر شمالا أو 15 كيلومتر جنوبا. بس لأنه عملت المقارنة بأنه يعني قيمة الأرض عقاريا أغلى بكتير من أنه يتم إعادة يعني بناء هذا، يعني مش بس هيك، القيمة العقارية موضوع أساسي دون أدنى شك ببلد مأفلس. يعني برد لك اليوم ديننا العام على انهيار الليرة أصبح له 15-20 مليار، يعني هيدا شقفة الأرض بترد لك كل دينك العام. بس مش هيك، بس كمان أنت هيدا بده يطلع منه أرباح. إذا أنت عم تستثمر بمرفأ 30 مليار دولار عم بدخل لك بالسنة مليار دولار، نكتة، لأنه بقدر دخل المليار دولار نفسه بأرض أرخص بكتير. يعني احنا بناخد بعين الاعتبار مش بس ثمن الأرض، مدخول يلي بده يجي، وهالمدخول ضد أي كابيتال، ضد أي رأس مال عم بتحطه. فهذا الموضوع بده دراسة على رواق. وبالطبع وقت نحن عم نحكي بعكس ما صارت العالم تسوي، نحن مع كل احترام لقدسية هذا المكان، هذا موضوع مفروغ منه. تعرف أكثر معلم سياحي إذا صح التعبير، لأنه اللبناني عنده كلمة سياحة تعني سكر ورأس ونطنط على الطاولات، مزار معلم، بينسى أنه في سياحة دينية وفي مزارات. وفي أكثر معلم سياحي بينزار بالولايات المتحدة الأمريكية، جراوند زيرو 9/11. أوكي، فنحن اللي عم نقوله مفروض اليوم ننظر إلى اقتصاد منتج. تعا تنفكر شو عم بيدخل مطارنا على قيمة عقاره؟ هل يا ترى إذا في شبكة طرقات لازم يضل المطار بنص بيروت؟ في شي مدينة بالعالم بعد فيها مطار بداون تاون يعني، أو مرفق داون تاون؟ كل مواضيعنا هيدي بدها إعادة دراسة. وإذا ما لقينا الأسلوب الأنسب إلى إعادة الودائع للناس كانت حاطة مصرياتها بالمصارف اللبنانية، معناتها ما رح تقدر تبني قطاع مصرفي، رح يبقى قطاعك المصرفي مثل قطاع المصرفي تبع فنزويلا أو تبع الأرجنتين. خليني أخذ لك، ما بدي أخذ لك بلد فاشل، يعني بعرف كتير على الأرجنتين لأنه مرتي أرجنتينية. الأرجنتين بلد من أغنى بلدان العالم، من أغنى بلدان العالم. بتحط قرش ببنك أرجنتيني، الأرجنتيني بيطلعوا على اليورغواي وبيحطوا مصرياتهم باليورغواي. اليورغواي نسبيا يعني بلد زغطور قد لبنان، وفي مثل ما كان دور لبنان، البرازيلي بيجي والمكسيكاني بيجي والارجنتيني بيجي على اليورغواي تحط مصرياته باليورغواي. فنحن هذا الموضوع كل من يسعى الى الحل
وكل من يعتقد أنه ممكن أنه نرجع نوقف على أجرينا، بأكد أنه هالوقفة على أجرينا ما بتزبط إلا من خلال قطاع مصرفي يرجع من دار من أوادم ويرجع يرجع للناس ديونه. وكلنا مسؤولين، كلنا نحن مسؤولين عن هالموضوع، كل مواطن لبناني مسؤول عن الموضوع، حتى اللي ما انتخب مسؤول عن الموضوع. ممكن تراهن على اللي ما كان آدمي وكان جزء مما حصل من انهيار مصرفي أنه يصير آدمي؟ لا. يعني بدنا إعادة هيكلة لكل القطاع المصرفي. ممكن أنت تراهن العمل مصرياته بالاحتكار أنه يعرف يعمل مصرياته بالتنافس؟ خلي هالثلاث معامل الإسمنت القبضيات اللي بتم، فبالتالي إعادة هيكلة كبار القطاع المصرفي، كبار القوم في بلدنا ومن جميع النواحي السياسي ودين والبدكية، خلينا نشوف قديش هن بيقدروا يضاينوا إذا نحن فتحنا البلد تما يكون في احتكار لمادة الإسمنت بلبنان أو لشريط الكهرباء بلبنان أو ما بنخلص بهالحكي. نحن اليوم بحاجة، سؤالك كتير يعني صائب، إنه هذا الموضوع بدنا نفكر بالمجتمع الجديد، بالتفكير الجديد، برجل الأعمال الجديد، بالشفافية المطلقة. لك كلمة شفافية مطلقة يعني أمين سجل العقاري، عرفت كيف، بيفتكر حاله هو قاعد يعني على كنز ويرته من بيو. خيي أنت أمين سجل العقاري، أنا إذا جيت سألت عقار رقب كذا كذا لمين، ليش بدك تسألني؟ ليش بدك تعرف؟ وبيرن جرس الإنذار، بيرن جرس الإنذار، وإذا كان واحد بيبس وبالسجل العقاري نفس الشيء، بسجل العقاري نحن بنضطر نقدم بأسماء مموهة إذا ما نسحب عقارات كرمال ما وبتاعت يعرف الشخص. بدك نحكي عن الرخص، بدك نحكي عن رخصة البناء، بدك هودي المواضيع كلياته إذا ما تغيروا بإعادة هندسة شاملة كل الإجراءات. اوعى تفكر يا صديقي، اوعى تفكر إنه ممكن نرجع نبني اقتصاد ناجح. بموضوع لأنه بلش بعد معنا خمس دقائق، في حال تشكلت الحكومة وفي حال لم تتشكل الحكومة، هل هناك إمكانية؟ يعني سمعنا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حينما سئل عن برنامج عمله في حال قدر يشكل الحكومة أنه غير موجود، أنا موجود بذهنه هلأ. بهذا الذهن شو أساسيات، يعني شو الأساسات اللي تكون موجودة في حال لو أعطينا فرصة بتشكيل حكومة جديدة؟ شوف، بما أنه بعدنا مش عارفين البرنامج، بركي بتصير يعني تعطي أفكار. خليني أقول لك شغلة، تكون كتير يعني بهالموضوع واقعيين ومنتبهين. تعرف الإنسان بيتعلق بحبال الهواء، الحبل مش معلق مطرح فوق. يعني نحن هلأ قد ما يعني شو بيقولوا المرأة قبل ما تولد، مخاض قد ما هالمخاض طويل، بصرنا كلنا متخيلين صار عندنا حكومة انحلت كل المشاكل، ما انحل شيء. وعم شوف أنا الأسماء المطروحة مع احترامي للكل، ليش الحكومة اللي هلأ نحن موجودين فيها، إذا بدنا ناخد موضوع الفساد، الحكومة كلهم أوادم، كلهم أوادم، بس ولا واحد منهم دافع معاش آخر الشهر، ولا واحد دافع معاش آخر الشهر. بدك تشيلك من الجورة الاقتصادية اللي أنت فيها ناس ما عندهم أي علاقة بالاقتصاد، بحياته مش بتعامل مع الضمان، بحياته مش دافع ضريبة دخل إلى آخره، ما بدنا نقعد نعددهم هودي. فنحن اليوم بدنا حكومة عندها نوها، بدنا حكومة وزير اقتصادها يقدر يفتح نقاش مع الاي ام اف ونقاش هادف، بدنا حكومة وزير الداخلية فيها يكون حقيقة منزه وعنده النوها. ولك انت بمخالفات السير في لبنان فيك تعمل مدخول للدولة طويل وعريض وتخفف كتير من الحوادث والموت اللي عم بيصير على الطرقات إلى آخره. فبالتالي يعني الحكومة مش تركيبة أسماء، هي برنامج عمل بالأول وإرادة. شوف عم بيصير، بيطرح رئيس مكلف ثلاث أسماء، نرجع بنسمع ما بعرف الواقع والحقيقة أنه لا، فخامة الرئيس ما رضي بها وهذا رضي بها. يا ريت كل هالنقاش هو حول إمكانية هالناس انه يوصلونا لشاطئ الامان. النقاش على شو؟ لا هذا البطرك بنقيه، لا هداك مفتي الجمهورية بنقيه، الاخير هذا راضي عنه فلان. كل التركيبي بعدم وجود احزاب اذا بدك يعني فعلي على على على, على الارض ببرامج، مش فعلي، في كتير فعلين على الارض بس ببرامج واضحة المعالم. الحكومة اللي متأمل انه راح تشيل الزير من البير، منذكر بعضنا كون متوهم.
بآخر إحصاء 2017 على ما أظن يقدر عدد المصانع التي صمدت في لبنان ب 6208 مصانع، يعني يمكن الرقم تغير في حال نحن كفينا بهذا المسار، مسار الانهيار المتسارع ك يعني صناعي وأيضا ك يعني كخبير في هذا القطاع. هذا الرقم قديش مرجح يصير بعد 5 سنين؟ أقل من النصف، أقل من النصف. في عندنا مشكلة، يعني حتى الصناعات اللي بتخدم صناعات تانية وضعها كتير صناعات وسيطة. إيه صناعات وسيطة، يعني عم بيفتحوا يومين وثلاثة. طبعا ما فينا نعمم، إذا بدي فوت في عندك اليوم صناعات المواد الغذائية وصناعات الأدوية بي 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 بأحسن حالاتهم في لبنان. أنا بعمل أشياء للديسبوزيبلز، يعني للدليفري، بس تطلب دليفري، الدليفري نازلة بالبن النص. يسعى نفسك، يمكن كنت أنت تطلب 5 مرات دليفري بالجمعة، اليوم تطلب مرتين وطبخت الماما أطيب، عرفت كيف؟ يعني فنحن اليوم وأرخص مرئين بظروف صعبة، ومن هون أنت بحاجة إلى بحصة تتسند الخالي. بحصة من هون. خلينا نبلش بالرغم كل اللي عم بيصير، شيلوا مليونين 3 مليون دولار، نقول لهم للصناعين ضبوا كليكيشكم، روحوا انقبروا، روحوا على المعارض، روحوا على المعارض تعلموا. إذا ما بعت أول مرة أقله تعرف منافسينك بالعالم كيف عم بركبوا أسعارهم، كيف عاملين الكتالوج تبعهم، كيف بيعملوا، عرفت كيف البزنس تبعهم. بتبلش تتعلم كيف بدك. يا عمي أنا بعدني عم بعمل أصناف وموديلة صار قديم، بشوف الكومبيتيتور تبعي عم بيعمل أصناف ألوان موديلة مغير إلى آخره. هيك الحكومة الذكية أو الإدارة الذكية بتفتش على أمور مجربة غيرك. بس لو بنحط إكيب نحن يدرس مثلا مصر وتركيا، مصر وتركيا مرقوا بإنفليشن مثل إنفليشن تبعنا وديفاليويشن اللي عملتهم، فكيف طلعوا؟ دوبلوا صادراتهم يا معلم، خلال سنتين ثلاثة دوبلوا صادراتهم. هيدا الشيء ما نتعلمه. يعني وقت كنا عم ناخد إجراءات للكورونا، طيب أنت من بعد مرور أكثر من سنة فيك تشرح لي كيف ساعدنا عدم انتشار الكورونا بالمجهوز المفرد؟ المجهوز المفرد زادت الكورونا بالبلد لأنه صاروا يجوا 3-4 بالسيارة، أو بمنع تجول كل السيارات بعد الساعة 5 بما فيها السيارات إلى آخره. أعطينا مثل بسيط، عشرات الأمثلة. يا عم تب وزير الداخلية ما قدرش نقالوا 20-30 شاب وبنت، قلوا لي عم يروحوا شوفوا لي، درسوا لي شو عم بيعملوا بتركيا، درسوا لي شو عم بيعملوا بمصر، درسوا لي شو عم بيعملوا بالسودان، بي 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 بالسويد، بي بي بالعالم، أوروبا كيف عم تتعامل مع الموضوع. كله هيدا ما بيدخل بحساباتنا، ما بيدخل بحساباتنا. يا ريت فينا نشوف حكومة كلها يعني عايشين خارج لبنان أقل له 10 سنين، راكبين بالأندر جراوند وطالعين بالباص ودافعين ضريبتهم برات لبنان، وفهمنين اللعبة، فهمنين شو الأسس تبع دولة قابلة للحياة. يا ريت هالشي هيدا بيصير. وعنا مغتربين بياخدوا العال، عنا شباب وبنات من مغتربين بياخدوا العال. بدنا كل شيء بده غيار. بجملة أخيرة، كل شيء عملناه بالثلاثين سنة الأخيرة بدنا نعمل عكسه. يعني على أمل أن تسمع هذه النصائح والمقترحات، وزير السياحة السابق فادي عبود بدي أشكرك على هذه الحلقة. شكرا لك. الشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.